البارحة بالليل الساعة 9:30 مساء تلقينا نبأ من السلامة الجوية في مطار أربيل الدولي بسماع دوي انفجارات داخل مطار أربيل الدولي، وقامت قوات الأمن والسلامة الجوية في مطار أربيل بالبحث عن هذا الحادث أو مواكب الحادث التي وقعت. استكشفنا أنه وقعت 3 صواريخ بالقرب من سياج مطار أربيل الدولي، أدى ذلك إلى وفاة أحد العامل الشركة أشخاص الشركات العاملة مع قوات التحالف الدولية الموجودة وجرح 5 آخرين. قمنا بإغلاق المطار من الساعة 10 مساء لحد إلى الساعة 12:00 ظهرا من أجل سلامة المسافرين والخطوط الجوية العاملة في مطار أربيل الدولي. هل تم استئناف؟ بدأت الرحلات الجوية من الساعة 12:00 ظهرا ولحد الآن بحركة طبيعية. امسحوا